السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف ازاي نحط حائط دوار على حيطة زجاج كيرتن وول. اقول له وول وهبدأ اختار الوول بتاعتي. هقول له انا عايز ارسم وول ليفل مثلا 3 مثلا من ليفل 1، اقول مثلا للروف. تمام، هبدأ ارسم الحيطة اهيت. طيب عايز ارسم كيرتن وول، اقول له انا عايز ارسم وول كيرتن وول واقول له انا عايز ارسم كيرتن وول مثلا في الحته ديت. هو اوتوماتيك بيبدا يطرحها من الحيطه. طيب لو انا عايز بقى هنا ابدا هنا احدد ان في مكان معين هيبقى ايه يتحط عليه الباب، لان الباب ممكن ما يتحطش على كيرتن وول. اقول له ادي بروفايل وابدا ارسم مثلا من هنا لهنا 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 حسب مقاس الباب. هو اقول له اقطع تي ار من هنا لهنا من هنا لهنا، فالجزء ده هيتحول لحيطه ينفع احط عليه الباب بتاعي. باجي هنا في ليفل 1 وابدا اشوف الحيطه بتاعتي اللي هي ديت، ابدا اقول له انا عايز احط باب، او ممكن اقول له من كومبوننت لسه كومبوننت وابدا اختار الباب. لا لسه ما حملتش باب، فاجي هنا اقول له انا عايز احمل الباب ده مثلا اهو. وابدا احطه هنا بالشكل دوت. فلما اجي في 3D الاقيه بالشكل دوت، اقدر اظبط الحيطة بتاعته على مقاس الباب دوت.